العقيد سالم أبو راوي الناطق باسم عملية غضب الصحراء. سيادة العقيد، إن كنت في الاستماع لو تحدثنا عن هذه العملية ومن هي الجهة التي أطلقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بالرغم أني لم أسمعك إلا متأخرا، لكن حامد منك أن تكتب لي معلومات على هذه العملية. يقول الحق تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الحمد لله رب العالمين. رحم الله شهداء الدوله الليبيه الذين سقطوا من اجل الوطن حبا فيه، وشفى الله الجرحى والمبتلين المضحين باثم عنهم فداء واحترام الكرام الذي بث المعاش عليه. بعد ان تم صدور التعليمات الجديده من قبل رئيس غرفه العمليات تتحرك نحو الجنوب حيث المشاكل المهمه التي يفقدونها، وعلى ضوء ذلك بعث عملية الكتاب ومعاونهم في درجة التشييد القتالي، وتم جمع المعلومات، ومن بعد تم تقدير الموقف اللازم للتحرك، وتم احتساب التثبيتات، ومن بعد ذلك تم إصدار التعليمات الرئيسية بتحرير منطقة سمنو كمهمة مباشرة، ومنطقة تمنهند كمهمة تنوية. وذلك من انطلاق من مناطق التحشد الخفي لعمليه غضب الصحراء. وبفضل الله وفق الله قواتنا الكتيبه 45 التي تتبع وزاره الدفاع وكتيبه 16 ولواء الجنوب وعده كتائب استطيع ان اختصرها، ولكن تتبع القوات المسلحه ليس الكلام العامه بالجيش الليبي التي تتقد من العاصمه الليبيه المقر الرئيسي للسلاح. وتم تكبير العدو خسائر في الفرات، وتم غلب بعض الميليات والعتاد وضرب المسائل المهمه مع باقي قوه القوه الثالثه، والتحمت البحرين وتم انطلقوا نحو طيب بفضل الله. نعم سيادة العقيد، لو تحدثني عن اهم ما جرى اليوم من احداث قتاليه في المنطقه. هذا الجزء الاخير، هذا جزء منها، تم عرض في الساعات الاولى من نصف النهار من طيران القلب العسكري، يعني لا اقول للكرامه بس، ولكن هذا في عده مناسبات. سيادة العقيد، ان كنت تسمعني لو تبقى في مكان به تغطيه جيدة لشبكة الهاتف. أنا أكلمك مذيع، أكلمك على الهواء الطلق. واضح صوتي الآن؟ تمام، نعم، أكمل. بنقول لك القوات المشاركة لعملية غضب الصحراء تعرضت لقصف جوي في منطقة تمنهند، ولكن هذا لم يثنيهم عن تنفيذ مهمتهم باعتبارهم أسود مروضة تدربت عليها في فصول القتال تدريب جيد. وفقهم الله او دخلوا. كانت حصيله الشهداء في الصباح اتت 3 شهداء الفتره المسائيه الى 8، ولكن السيطره على المواقع والاهداف الارضيه ما زالت مستمره، والحمد لله يعني الامور قاعده تصير بخير. نتمنى الدعم والدعاء، ونشكر من تعاون من هاي منطقه الجنوب لكافه مكونات المجتمع الجنوب الليبي. طيب سيادة العقيدة، لديكم أي معلومات عن مكان خروج طائرات ميليشيات الكرامة بعد تدمير قاعدة براك الشاطئ؟ الخروج تخرج من حقل الفيل، وهذا الحقل النفطي، وهنا نشير للمؤسسة العامة للنفط وشركة مصر النفط الليبية أن تحدد موقفها من جراء هذه التصرفات باستغلال الحقول النفط في ضرب الليبيين الأبرياء وقصفهم في مختلف مناطق الدولة الليبية. إذن ميليشيات الكرامة تستخدم مطارات الحقول النفطية لقصف القوات المتواجدة في المنطقة الجنوبية. صحيح. نعم سيادة العقيد سالم أبو راوي الناطق باسم عملية غضب الصحراء، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.